سالفه سالفه اللي قد سمع السالفه يطلع. لا لا خذ راحتك. اللي ما قد سمع السالفه لا والله يبقى. اسلم 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 يلا اسلم. هذه طال عمرك سالفه حصلات الينا بعيدها عشان العيال. فيه مقطع اللي انتشر جاب تقريبا 4 مليون مشاهده في اليوتيوب. واحد اخذ معي لقاء على شارع التحليه وقلت السالفه هذه، لكن كان رد المجتمع كله اني ان السالفه ما هي بصحيحه. وي والله ثم والله انا صايرت علي. تخبرون ايام العياد كل يروح لديته، كل يروح يسلم على شيبان، هو يعايدهم يعايد جماعته. فرحت للديره وتقريبا 5 ايام العيد، حنا يا الشباب ديرتنا اكثرها بر، حنا يا الشباب لا جاء اخر الليل، لا جاء اخر الليل سمرنا. علي انت معي؟ لا جاء اخر الليل طلعنا سمرنا. المهم ذاك اليوم طلعنا في شعيب، الشعيب اللي هو واد اللي يجي معهم. والشعيب ذاك سمعته مهيب زينه فيها، ها بعلمكم بعلمكم بالضبط. المهم وقفنا سياراتنا وحطينا العزبه، ومن سوء حظي اني انهم خلوني عند العزبه وحطينا فرشاتنا وسمرنا. المهم ارسلوني قال سوي القهوه، سويت القهوه، تاخر الوقت لقد الساعه 2 ذا الحين، تقهوينا وخلصنا. رحت عاد اغسل المعامل، اغسل القهوه واغسل برق الشاهي واغسل. المهم وانا جالس في هدوء، العزبه بعيدا عن الشباب شوي، في هدوء وظلمه، كان حتى اخويا كني ما اسمع. المهم تقول في شيء شطفني من قدام كذا زي الهواء، تعرفون نفحتها الهواء، ها هي اي ها هي المره الاولى. ما اعطيت بال، قلت يمكن شيء بسيط، يمكن هواء ولا الا. المره الثانيه يوم شطف المره الثانيه اخو سو، تعرفون العود ولا البخور الابيض هذا اللي يطلع منه البخور الدخان، هو اللي تقربت منه زي كذا، زي الدخان زي كذا. هذه المره الثانيه، مره ثانيه حتى والله انشعر جسمي وقف جن. اي اخو سا الا يوم شطف المره الثالثه والله ثم والله ثم والله، انت تقول انه عند خشمي اقسم بالله. المره الثالثه ما عادني على شعوري، قمت والله ما عادت لون عند العيال. أم تروع وحالتي حاله وحالتني رثالها، وانا والله ماني ضارن على البران ولا شيء، مغير في الرياض كافيهات ماني ضارن على البران والمكشات. اي والله العظيم انا ما ادري هم غلطوا يوم انهم حطاني اسوي القهوه والشاي بس الظاهر ما في منفعه الا القهوه والشاي. المهم يوم جيت قلنا عندي شوي اعلمهم السالفه، العيال مهبلين شوي ينادونه ويطقطقوا. المهم انا مرتاح خلاص، والعيال يعلمون قال هذا جني، هذا جني إيه؟ وفعلا جني. قالوا هذا الجماعه لا اللي يروح لبله واللي يروح لغنمه على حزه المغرب كان مشغل اغاني ولا مزعجه فهو يتعرضه حتى في الليل. يجيك تهيئ لك على هيئه حيوان ولا تهيئ لك على هيئه انسان. اخو صار ها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فاصل اعلاني شاي شاي ما تروعنا تعب. المهم عدها او يلك عدها مره بشكل افضل افو عدها عدها وبتروع والله عدها بس يلا عدها قدني مخلص بالله على اللي يسولف كاني بدري يلا. المهم انا ونصرت ايه قالوا هذا جني، ان ازعجته ولا تعرضته فهو بيتعرضك، وان كانك في حالك وما انت بيمه فانت سالم من يعني هو الجني ذا معروف. وهاي هذه قصه الجني اللي حصلت لي، اللي خذوا معي مقابله في شارع التحليه. صراحه اخاف من الجنون انا الصراحه، حتى انا والله اني اخاف. متى تروع يا طويل العمر خلص علي فالسالفه خلصت بسرعه. فهذه السالفه طالت اعماركم. لا السالفه طويله ما احب اعيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. وش العلم روعتنا يا برضا روعتنا. هم بعد روع خلصت السالفه قاله. فيام قدنا مع الشعيب هذا من كيسي انا ما ادري ايش ابغى. يام قدنا مع الشعيب مع الردمية، تعرف الردمية انت ايش اكيد نمشي 200 متر. بسم الله بسم الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك راسك يا حيوان تخوف ولا عقالي الحين احا بدو تشوش شرعتكم بسم الله. المهم هذه سالفه الجن والسالفه اللي حصلت لي. قول سلم
قول قول سلم. سلمت يا ابو محمد. الله يسلم. طيب الله يسلمك طول عمرك.